بلغت الخلافات بين أدوات العدوان في الداخل حد الاقتتال وسط مخاوف المملكة من نشوب صراع بين تلك الفصائل المتناقضة، لا سيما في عدن التي تنتشر فيها تلك الجماعات محاولة الوصول إلى محافظات أخرى. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله بن محمد. على وقع المعارك الدائرة في أكثر من محافظة جنوبية وتطورات المشهد في عدن تحديدا، فشلت دول العدوان في جمع الفصائل المسلحة التي سرعان ما ظهرت ومن ثم انتشرت وتوسعت بالاعتماد على ما يصل إليها من عتاد وسلاح ومال. وتخشى المملكة السعودية ومعها دولة الإمارات من نشوب نزاع متوقع بين المجاميع المسلحة التي تتقاسم أحياء ومناطق عدة في عدن. ولعل اختلاف أهداف تلك المجاميع وتناقض أبعادها الإيديولوجية دفعت العدوان إلى محاولة تأجيل أي خلافات قد تنشب حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسي والمتمثل في كسر شوكة الجيش واللجان الشعبية. في عدن فصائل ومجاميع مسلحة متعددة، منها المرتبط بالقاعدة ومنها تم تشكيله حديثا. وتأتي كل هذه التناقضات في إطار بقعة جغرافية صغيرة وسط مخاوف من نشوب الصراع في أي لحظة، ما قد يؤثر على المواطنين والآمنين، فالحراك ينشد الانفصال، فيما ميليشيا هادي والإصلاح يرفضون ذلك، أما القاعدة وأخواتها فيتطلعون لإنشاء إمارة إسلامية في عدن وأبين. وما بين الحراك وميليشيا هادي وما يسمى بالمقاومة الجنوبية أو الشعبية، ظهر تنظيم داعش كنسخة مطورة من القاعدة، حيث أكد التنظيم الذي يعتبر نفسه الدولة الإسلامية فرع اليمن مشاركة مقاتليه في معارك عدن، وهو ما حاولت بقية الفصائل إخفاءه على الأقل عن الإعلام، غير أن عمليات ذبح عدد من المواطنين في شوارع عدن كشف ما حاول هادي وزمرته ومعهم ميليشيا الإصلاح إخفاءه. وبهذه التناقضات تحاول دول العدوان تحويل اليمن إلى سوريا أخرى، مستفيدة من الخلافات بين اليمنيين ومعتبرة ذلك وسيلة لإبقاء اليمن ضمن دوامة الصراع لا يستقيم لها حال ولا يتعافى من أزمته مهما طالت الأيام والسنوات.